أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نحن اليوم في ورشة لتحنيط الحيوانات، حيث تعد ولاية تكساس الأمريكية من الولايات المعروفة بفن التحنيط. ابقوا معي لمعرفة المزيد حول هذه المهنة وطريقة وكيفية تحنيط الحيوانات. سنوات مضت والتكساسيون لا يزالون يمارسون مهنة تحنيط الحيوانات، هذه المهنة التي اقترنت بتلك الولاية وعكفت أغلب البيوت هنا إلى تزيين بيوتها بحيوانات تصاد وتحنط في تلك الولاية. تمر عملية التحنيط بمراحل عديدة، تبدأ حينما يقصد الزبائن ورش التحنيط وفي جعبتهم ذلك الحيوان المراد تحنيطه، وبعد ذلك تبدأ مهمة المحنط. يتم انتزاع جلد الحيوان ويترك ليجف كجلد ذلك الغزال، وبعدها ينظف ويفصل كقطعة قماش ليتناسب القالب الذي أعده المحنط مسبقا بقياسات دقيقة تتناسب وقياسات الحيوان الأصلية. يتم إعداد ووضع الأعضاء كالعيون والأذان، حيث يتحكم من خلالها المحنط بملامح الحيوانات كجعله ضاحكا غالقا أو فاتحا فمه، حيث يتم قص وتطويع الجلد حسب الشكل الأصلي. And then it has to be, the eyes have to be set. They have to be what's called mudded in around the eye in order to be a filler and to set the eye back in. That's a process that just takes time to learn. And then when you put it on, you put the glue on the form. And then a cape is put on the form, and like you see these strips, that's to hold the glue in place while it's drying. After the drying time, you pull the pins, you clean it up, you paint the eyes and the nose, and he's ready to go. Hard work. There's nothing slow about it or fast about it. In other words, and it's this year's taught me a lot about it, and a lot of patience goes into it, and it's just he's taught me a lot how to just stick your nose down and stick to it, and it's rewarding and it's fun, and I'd love to pass it on, and it's been the family for many years, so we're gonna keep it going as long as we can. ها قد واكبنا وإياكم مشاهدين الكرام عملية تحنيط هذا الغزال، وبدأ بالشكل النهائي الذي تشاهدونه الآن. من مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، نشوان هاشم لبرنامج صباح العراقية.